هنا عند منحدرات التلال أمام الغروب وفوهة الوقت قرب بساتين مقطوعة الظل نفعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاطلون عن العمل نربي الأمل. ها هنا بين شظايا الشيء ولا شيء نحيا في ضواحي الأبدية نلعب الشطرنج أحياناً ولا نأبه بالأقدار خلف الباب ما زلنا هنا نبني من الأنقاض أبراج حمام قمرية نعرف الماضي ولا نمضي ولا نقضي ليالي الصيف بحثاً عن فروسيات أمس الذهبية نحن من نحن ولا نسأل من نحن فما زلنا هنا نرتق ثوب الأزلية نحن أبناء الهواء الساخن البارد والماء وأبناء الثرى والنار والضوء وأرض النزوات البشرية ولنا نصف حياة ولنا نصف ممات ومشاريع خلود وهوية وطنيون كما الزيتون لكننا مللنا صورة النرجس في ماء الأغاني الوطنية عاطفيون بلا قصد غنائيون عن قصد ولكننا نسينا كلمات الأغنيات العاطفية ها هنا في صحبة المعنى تمردنا على الشكل وغيرنا ختام المسرحية نحن في الفصل الإضافي طبيعيون عاديون لا نحتكر الله ولا دمع الضحية نحن ما زلنا هنا ولنا أحلامنا الكبرى كأن نستدرج الذئب إلى العزف على الجيتار ولنا أحلامنا الصغرى كأن نصحو من النوم معافين من الخيبة لم نحلم بأشياء عظيمة نحن أحياء وباقون وللحلم بقية فهنا فيما تبقى من كلام الله فوق الصخر نتلو كلمات الشكر في الليل وفي الفجر فقد يسمعنا الغيب ويوحي لفتى منا سطر من نشيد الأبدية ولكني أقول وكل ما في الأمر أني لا أصدق غير حدسي لم أزل حيا لا قطار هناك لا أحد سينتظر القطار بلادنا قلب الخريطة قلبها المثقوب مثل القرش في سوق الحديد وآخر الركاب من إحدى جهات الشام حتى مصر لم يرجع ليدفع أجرة القناص عن عمل إضافي لم يرجع ولم يحمل شهادة موته وحياته معه لكي يتبين الفقهاء في علم القيامة أين موقعه من الفردوس
كم كنا ملائكة وحمقى حين صدقنا الخيول. أني لا أصدق غير حد، لا أراك، أرى مكاني كله حولي، أراني في مكاني بكل أعضائي وأسمائي، أرى الشجر النخيل ينقح الفصحى من الأخطاء في لغتي. هل مر بي شبحي ولوح من بعيد واختفى؟ للحقيقة ها هنا وجه وحيد واحد، لا أراك، أرى عادات زهر اللوز في تدريب أغنيتي على فرح فجائي، أرى أثري وأتبعه، أرى ظلي وأرفعه من الوادي بملقة شعر كنعانية ثكلى، أرى ما لا يرى من جاذبية ما يسيل من الجمال الكامل المتكامل الكلي في أبد التلال، ولا أرى ولا أرى ولا قناصتي. والآن لا يكترث التاريخ بالأشجار والموتى، على الأشجار أن تعلو وأن لا تشبه الواحدة الأخرى سمواً وامتداداً، وعلى الموتى هنا والآن أن يستنسخوا أسماءهم، أن يعرفوا كيف يموتون فرادا، وعلى الأحياء أن يحيوا جماعات، وأن لا يعرفوا كيف سيحيون بلا أسطورة مكتوبة تنقذهم من عثرات الواقع الرخو وفقه الواقعية. وعليهم أن يقولوا: نحن ما زلنا هنا نرصد نجماً ثاقباً في كل حرف من حروف الأبجدية. وعليهم أن يغنوا: نحن ما زلنا هنا نحمل عبء الأبدية.